مشاريع إعادة هيكلة البناء غير المنظم للنواب المحترمين العربي سالمي، عبد الرحمن المتيوي، محمد بن عطية، محمد البوكيلي، عبد الله حساني، رحال جبيل، فاضلة قديري، خديجة بن الفتوح، وأحمد سلماني من الفريق الدستوري الديمقراطي. تفضلوا سي سالمي. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب الكرام. السؤال ديالي طبعا هو موجه للسيد وزير التنمية الاجتماعية وكذا وكالة التنمية والدور ديالها في المساهمة في إطار شراكة مع المجتمع المدني إما جمعيات أو وداديات. السؤال ديالي الآن كيتوجه للسيد وزير الإسكان، ربما كاين تضامن حكومي، فسؤالنا واضح ونتمنى يكون الجواب واضح. شكرا سيد الرئيس. شكرا لكم الكلمة سيد الوزير. سيد الرئيس، كل العمليات هذه مناسبة بعد أولا نهنئوا النسيج الجمعوي الوطني الحاضر جدا في كل العمليات ذات الصبغة الاجتماعية، ولهذا السيد نائب أنا أذكركم وأؤكد لكم أنه في كل العمليات تقريبا بدون استثناء على مجموع التراب الوطني كل العمليات ديال محاربة السكن غير اللائق إلا وهناك حضور مكتف ديال الجمعيات، بالخصوص الجمعيات ديال الأحياء، وكتجي من موراها الجمعيات المهتمة بالبيئة، ثم الجمعيات ديال المعوقين. هادو ثلاثة ديال الأصناف ديال الجمعيات دائما حاضرة في كل العمليات، غير هو ماشي حنا اللي كننتقيهم، ماشي حنا اللي كنختاروهم، يتم الانتقاء ديالهم طبعا من طرف المنظومة المحلية، وهم في بعض المدن أعضاء كاملي العضوية في اللجان ديال المتابعة وديال التتبع المحلية. نعطيك بعض الحالات، مثلا كاين فسلة إنضاء مغرب تتابع العملية، وراك تعرفها السيد النائب وهذيك المنطقة ديالك، كاين جمعية منارات، جمعية ياسمين، كاين كذلك في صخيرات جمعية المغاربة بدون حدود، ولائحة طويلة. يعني كاين حضور متميز ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني. كذلك بغيت نذكر أنه الوزارة اعتمدت واحد المنهجية جديدة ديال بناء مركبات ديال الخدمات العمومية في كبريات المشاريع ديال إعادة الإسكان، باش نحدثوا واحد الفضاءات جديدة لفائدة الجمعيات ديال المجتمع المدني، باش نعطيهم إمكانية ديال الاشتغال، وهذه الفضاءات يعني يتمتعوا بها ويستفدوا منها بدون مقابل. كذلك إذا كانت الجمعية عندها برنامج موجود ديال بناء مرافق عمومية، احنا مستعدين نعطيوها بقعة في التجزئات اللي كاينين على المستوى الوطني بالمجان، ولكن شريطتها انه تلتزم في دفتر التحملات اللي غادي يكون مشترك انه تبني المرفق العمومي، مدرسة، مستوصف، شي حاجة من هذا القبيل لفائدة السكان. هنا كنلتزموا ان نعطيو بقعة عرضية في حدود اللي موجود عندنا. شكرا. شكرا سي سالمي، هل لديكم تعقيب؟ تفضل. شكرا سيد الرئيس. اولا بغيت نشكر السيد الوزير على الجواب ديالو اللي كان ضافي، واللي بغيت واللي عطى فيه حقيقه وعود حنا كنعتزوا بها ونتمنوا انها تنفذ. ولكن اللي بغيت نشير له بالنسبه لنا، توجهنا لوزاره التنميه الاجتماعيه لاننا شفنا على انها عقدت واحد العدد ديال الشراكات مع جمعيات ديال المجتمع المدني عن طريق الوكاله ديالها، وفي نفس الوقت كنلقاو ان وداديات اللي قامت بهيكله ديال عدد من الاحياء، منها فسلا مثلا احياء ديال تبريك الشماليه وقريه دولاد موسى وفي سيدي موسى، اللي قامت هذه الوداديات باعاده الهيكله ديال هذه الاحياء ووصلت للمرحله الاخيره في التجهيز ديالها، كنقصها بعض الامكانيات الماليه، واللي كان خاص وزاره التنميه انها تهتم بهذا القطاع هذا. وهذا هو الجوهر ديال السؤال ديالنا سيد الوزير، وكنتمنوا ان توقع واحد الالتفاته لهاد الوداديات اللي هما من الثمانينات وهما كيشتغلوا ماشي اليوم، واللي هما نموذج في اعاده الهيكله على المستوى الوطني. شكرا سيد الرئيس. شكرا لكم. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. بسيط جدا، الوعود، الحكومة وعدت مرة واحدة النهار اللي قدمت التصريح الحكومي، مي كنجي نعطي النتائج
ماشي وعود، من قلت انضا وجمعيه المنارات وياسمين ومغاربه بدون حدود، هادو اوراش مفتوحه ومشتغلين مع هاد الجمعيات وكاين عمل مثمر جدا معهم، ماشي وعود. وكذلك عبركم السيد النائب اود مره ثانيه ان اهنئ النسيج الجمعوي المغربي على حضوره المتميز في احدى المشاريع الاكثر تعقيدا اللي هي العمليات ديال محاربه الفقر والاقصاء ومحاربة السكن غير لائق، ونتمنى أنه هذا الحضور يكون له امتداد طبيعي في إطار البلورة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن شاء الله. شكرا. شكرا.